بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله. اليوم لدينا شرح خفيف لطيف في الفرق بين الكلمات المترابطة والإثارة العشوائية. طبعا الكلمات المترابطة والإثارة العشوائية كلها علاقة بين كذا وكذا، كلهم مشتركين بهذا الشيء، إذن علاقة بين شيء وشيء. الكلمات المترابطة من مفهومها نعرف أن كلمة ترابط الكلمة الأخرى أو تلازم الكلمة الأخرى أو بينهما علاقة، بينهما علاقة، مثل كفرات السيارة. الكفرات السيارة مثلا أقول لا تستطيع السيارة السير إلا بواسطة الكفرات، وعندنا الدباسة والورق، ومثلا نقول العلاقة بين الدباسة والورق، نقول لا نستطيع إلصاق الأوراق إلا بالدباسة، ويعني وفي أشياء كثيرة نقدر نستخدمها علاقات. الماء والغلاية، نستطيع غلي الماء بواسطة جهاز الغلاية، وأيضا المريض والدواء، أن المريض يحتاج إلى الدواء للعلاج. تمام، فهمنا الفكرة هذه، كلمات المترابطة. إذن كلمات تدل أو تترابط مع بعضها البعض. طيب، عندنا الإثارة العشوائية. الإثارة العشوائية كلمات ما تترابط مع بعض، أو ما لها دخل في بعض، أو ما لها علاقة في الكلمة الأخرى، مثل النجوم والحجارة، وش دخل النجوم وش دخل الحجارة؟ مثل الدراجة والدجاجة، وش العلاقة بين الدراجة والدجاجة؟ مثل المكنسة والدريل، وش العلاقة بين المكنسة والدريل؟ طبعا الإثارة العشوائية قبل لا نبدأ بشرحها تفيد في تنمية التفكير الإبداعي، حينما مثلا نبي نستثير دافعية الطلاب، أو نبي نستثير اهتمامهم، أو مثلا نبي نشرح موضوع معين عن شيء، فإننا نربط شيء يعرفونه بشيء لا يعرفونه. وإثارة الحماس، وتجد يعني فروقات فردية بين الطلاب، يعني تجد ما شاء الله يجيبون لك علاقات ما كانت في بالك. مثالها النجوم والحجارة، يعني خل نفكر نقول النجوم والحجارة وش العلاقة بينهم؟ نقول إن النجوم والحجارة مثلا من مخلوقات الله، إذن هذه علاقة من العلاقات. طيب النجوم والحجارة، أن مثلا النجوم هي عبارة عن أحجار مشتعلة، مثلا مثال يعني، وأنا لا أعلم بهذا الشيء. طيب الدراجة والدجاجة، وش العلاقة بين الدراجة والدجاجة؟ نقول العلاقة بين الدراجة والدجاجة مثلا، خلني أفكر شوي دقيقة، لقيتها. مثلا العلاقة بين الدراجة والدجاجة هي حرف الدال في بداية الكلمة. إذن العلاقة بينهما أنهما يشتركان بداية الكلمة بحرف الدال مثلا. وعاد يعطونك الطلاب، يعطونك لما تسأل الناس، يعطونك أفكار ما شاء الله يعني إبداعية. طيب المكنسة والدريل، الدريل تعرفونه، الدريل اللي يحفر الجدار ويحفر الخشب والأشياء هذه. طيب إيش العلاقة بين المكنسة والدريل؟ نقدر نقول أن العلاقة بين المكنسة والدريل أنهما يحتويان على ماذا؟ على دينمو تحريك، يعني اللي هو الدينمو اللي معروف ملفوف بأسلاك نحاسية، وفيه يحيط فيه المغناطيس وكذا يعني. أو مثلا نقول أن المكنسة والدريل من الأجهزة الإلكترونية. وبس هذا يعني الفرق بين الإثارة العشوائية والكلمات المترابطة باختصار جدا، أن الكلمات المترابطة لها كلمة وكلمة مترابطين مع بعض، لهم علاقة بعضهما ببعض. أما الإثارة العشوائية ليس لها علاقة بالكلمة الأخرى. وشكرا لكم.